الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الوصايا وفي الباب التاسع، والذي عنون له بقوله باب ما جاء متى ينقطع اليتم، قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا يحيى بن محمد المديني قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف من رواية سعيد بن يزيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ليبين به حد اليتم. واليتيم هو من فقد أبويه أو فقد أباه حال الصغر قبل البلوغ، لأنه في هذه المرحلة العمرية محتاج إلى الرعاية ومحتاج إلى العناية، وأولى من يقوم بذلك هو الوالد، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ألقى المحبة والمودة والعطف والشفقة في قلوب الآباء على الأبناء. عطف قلوب الآباء على الأبناء وهم صغار، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة متداولة. من كان في يوم من الأيام ابنا فإنه إذا قدر الله سبحانه وتعالى سيصبح بعد ذلك أبا، وهو دين يتقاضاه الأبناء من الآباء والآباء ينفقونه على الأبناء، سنة الله التي أودعها في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. واليتم أيها الإخوة لا شك أنه يلحق باليتيم النقص والضعف، ويعرضه للإهانة، ويعرضه إلى ضياع حقه. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام حض على رعاية اليتيم وكفالته، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وجاءت آيات كثيرة في كتاب الله تحذر من أكل مال الأيتام، مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك كان في رعاية اليتيم وكفالته من الفضل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة. هذا اليتم إلى أي مرحلة يستمر؟ من كان له أب فإن هذا الأب مهما طال عمره سيموت،
ومن كان صغيرا فإن هذا الصغر له حد ينتهي إليه، يصبح الإنسان راشدا. وإلا لو لم يكن لليتم حد ينتهي إليه ولم يكن للصغر حد ينتهي إليه لكان الناس كلهم أيتاما، لأن الأب وإن طال عمره سيموت، لكن الشريعة جعلت لذلك حدا تقر به العقول السليمة. لماذا كانت كفالة اليتيم من الأمور المطلوبة؟ لأنه يحتاج إلى الرعاية ولا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه بحكم صغره، لكنه إذا وصل إلى مرحلة التكليف بلغ المبلغ الذي يكلف فيه بالعبادات، يطلب منه فعل الواجبات ويؤاخذ بفعل المحرمات، إذا وصل إلى ذلك فقد تجاوز هذه المرحلة وأصبح قادراً على أن يقوم بشأن نفسه، فلا يتمى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بعد البلوغ. إذا بلغ انتهى هذا، انتهى هذا الحد. وإن كانت الرعاية لليتيم والإحسان إليه، إلى هذا الشخص الذي كان في يوم من الأيام يتيماً وكان هنالك من ينفق عليه ومن يرعاه ومن يضمه إليه ومن يقوم بحاجاته، هذه الرعاية لا تنقطع، لأنه إذا كبر يبقى بعد ذلك الإحسان ورعاية العهد ورعاية الصلة التي كانت بين هذا اليتيم وهذا الذي كفله. لكن اليتم ينتهي في هذه المرحلة، ومعنى كون اليتم ينتهي في هذه المرحلة بالبلوغ أنه لا وصاية لأحد عليه، ولا يستطيع أحد أن يتصرف في ماله، ولا يستطيع أحد أن يتولى عليه إلا إذا كان فاقداً للأهلية، كان مجنوناً أو نحو ذلك. لكن إذا كان عاقلاً راشداً فإنه في هذه الحال يستقل بشأن نفسه. وهذا مما يدلك على كمال هذه الشريعة وحكمتها، كل شيء له نهاية. فلا يتم بعد البلوغ ولا صمات إلى الليل. هذه كانت عبادة عند أهل الجاهلية. عند أهل الجاهلية من الأشياء التي كانوا يتعبدون بها أن الإنسان يصمت طيلة اليوم، لا يتكلم ولا يكلم، يتعبدون بذلك. وهذا ربما ورد في القرآن الكريم ما يشير إليه في قصة زكريا عليه السلام. زكريا نبي من أنبياء الله، وقد دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولداً، فجاءه الولد على كبر، بشره الله سبحانه وتعالى بأنه سيرزق الولد، فطلب من ربه علامة على حصول هذا الفضل وهذه النعمة، فأخبر بأن العلامة أنه لا يستطيع أن يتكلم 3 أيام صمات. وكذلك مريم عليها السلام عندما حملت بعيسى وجاء قومها يلومونها ويستغربون منها هذا أنها تحمل وليس لها زوج وهي المرأة العفيفة الطاهرة المعروفة بذلك، وكذلك أسرتها كانت معروفة بالصلاح والدين والتقى، استغربوا هذا الأمر منها. فالله سبحانه وتعالى أخبرها أن تقول: قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن أن يتعبد الإنسان بالصمت الكامل طيلة اليوم هذا من عبادات أهل الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر: لا صمات إلى الليل. الإنسان يصمت طيلة اليوم حتى يأتي الليل، هذا ليس من الإسلام في شيء. لماذا؟ لأن الإنسان في حياته، في يومه، في ليلته، مطلوب منه أن ينصح، مطلوب منه أن يذكر، مطلوب منه أن يعلم، مطلوب منه أن يذكر الله،
لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، فإذا صمت طيلة اليوم انقطع هذا الفضل وانقطعت هذه المصالح، ولا فائدة من الصمت إلى الليل. هذا الأمر ندرك حكمة الشريعة في منعه، لأنه لا فائدة منه. كثير من هذه الأشياء التي كان يتعبد بها أهل الجاهلية لا معنى لها، بصرف النظر عن خطئها وعن ضررها وعن مخالفتها لحق الله سبحانه وتعالى، كانت لا فائدة منها. ما هي الفائدة من أن يصمت الإنسان إلى الليل؟ لكن أيها الإخوة، قد نلمس من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صمات إلى الليل، يعني أن يستمر الصمات هذا إلى الليل، هذا أمر منهي عنه. وهذا طيب، وإذا لم يستمر الصمات إلى الليل، هذا ربما كان في الحديث ما يشعر بأهميته. الإنسان في يومه يريد أن يتكلم، يتحدث، يمازح، يضحك، يتكلم بالجد، يتكلم بالهزل، لكن متى يراجع نفسه؟ المراجعة هذه لا بد أن تكون بكلام، لا، يتفكر. فمتى يترك الإنسان لنفسه فرصة يراجع فيها عمله، يراجع فيها نفسه، يتفكر فيما قدم، يتفكر فيما يريد أن يفعل؟ لابد، يعني لو أن الإنسان اجتزأ من وقته، من وقت يومه بشيء محدد يترك فيه الكلام للتفكر، للتفكر فيما ينفعه، للتفكر فيما يرفع الإثم عنه، للتفكر والتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى. أفلا تتفكرون، أفلا تنظرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور كلها تستدعي التفكر، وهو أمر داخلي في داخل الإنسان. وإذا ظل الإنسان في الهذر والكلام بحق وبباطل ضاعت عليه هذه المصلحة. وهذا يعني أن الممنوع في الشرع أن يصمت الإنسان إلى الليل، لأن هذا يقطعه عن خيرات كثيرة في حق نفسه وفي حق غيره. لا صمات إلى الليل. هذا الحديث يرويه أبو داود المؤلف رحمه الله عن سعيد بن يزيد، هكذا قال سعيد بن يزيد. وسعيد بن يزيد هذا حمصي، من أهل حمص، لكن عند البخاري ومسلم، عند الإمام البخاري والإمام مسلم، أنه سعيد بن زيد بن زيد، ليس بن يزيد المدني. وهذا جاء في رواية البخاري أنه المدني، وهذا دليل على أنه، أن ما ورد في رواية أبي داود أنه سعيد بن يزيد ليس هو الصواب. الصواب ما ورد عند البخاري وعند مسلم أنه سعيد بن زيد، وقد أيد هذا البخاري في روايته بقوله سعيد بن زيد المدني. وفرق بين المدني والحمصي، ما دام أنه وصفه بأنه المدني فهو من أهل المدينة، من أهل المدينة. والذي من أهل المدينة ليس سعيد بن يزيد، وإنما هو سعيد بن زيد. وأما سعيد بن يزيد فهو الحمصي، الحمصي. فالرواية الأرجح هي ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد، أن الراوي هو سعيد بن زيد. نعم. باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا
وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث سالم مولى بن مطيع قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزاني قال أخبرنا معاذ بن هانة قال أخبرنا حرب بن شداد قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكان له صحبة أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن تسع. فذكر معناه زاد: وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم، هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله ليبين بهما حرمة أكل مال الأيتام، وإن احتوى هذان الحديثان على ذنوب كبيرة أخرى، لكن موطن الشاهد منهما هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: إن السبع من السبع الموبقات أكل مال اليتيم، وكذلك في الحديث الثاني. وإن كان الحديث الثاني ورد فيه أيضا زيادة على السبع، السبع الموبقات الذنوب المهلكات، الموبقة يعني المهلكة والعياذ بالله، سبع الموبقات: الزنا والربا والسحر والزنا والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هل هذه هي كل الذنوب التي يجب على العبد المسلم أن يجتنبها؟ لا، لكن هذه نوع من الذنوب وصفت بأنها أكبر الكبائر، أو أنها الموبقات يعني المهلكات، الذنب الذي يهلك صاحبه. وكيف يهلك الذنب صاحبه؟ يريده النار والعياذ بالله، يقصم ظهره ويدخله جهنم والعياذ بالله إن لم يتب منه قبل موته. هذه الذنوب العظيمة، منها أكل مال اليتامى. أكل مال اليتامى، ما الدليل الذي يؤيده أنه من الموبقات؟ قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عاقبتهم في جهنم والعياذ بالله. فكون هذه الأشياء ذكرت مع بعضها على أنها من الذنوب الموبقات يعني المهلكات، وهي من أكبر الكبائر أيضا كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، هذا يدل على أهمية اجتناب هذه الذنوب الكبيرة. لكنها ليست كل الذنوب، الذنوب منها صغائر ومنها كبائر. الذنوب وغالب الذنوب الكبائر لها صغائر، إلا بعض الذنوب ليس لها صغائر، إنما تقع كبيرة كقتل النفس والعياذ بالله. قتل النفس هذا كبيرة، ما فيه صغيرة يعني يقتله نصف قتله، لا، هذا هو كبيرة من أكبر الكبائر والعياذ بالله. والكبائر هذه أيها الإخوة هي الذنوب العظيمة، العلماء تحدثوا فيها، قالوا: كيف تعرف الكبيرة من الصغيرة؟ كيف نعرف أن هذا الذنب كبيرة أو أن هذا الذنب صغيرة؟ قالوا: الذنب الذي ورد عليه لعن أو طرد من رحمة الله، هذا دليل على أنه كبيرة، أو الذنب الذي توعد الله عليه بالعذاب الأليم كأكل مال اليتيم،
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أمور كثيرة هذه تدل على أن هذا الذنب كبيرة، أنه كبيرة. وعندما نقول كبيرة فإن هذا هو أفحش أنواع الذنوب والعياذ بالله، من أخطر الذنوب التي يرتكبها العبد في الدنيا هذه الذنوب. لكن بعض الذنوب حتى وإن كانت كبيرة تزداد فحشا بالزمان والمكان. يعني قتل النفس كبيرة من الكبائر ومن الموبقات، لكنه إذا وقع في الحرم، قتل نفسا والعياذ بالله ظلما وعدوانا في الحرم، ازداد هذا الذنب فحشا، يعني بسبب المكان الذي وقع فيه الذنب. هو القتل واحد، سفك للدم الحرام وإزهاق للروح في أي مكان، هو القتل، القتل هو هو، لكنه يزداد فحشا هنا بسبب حرمة المكان. وكذلك من حرمة المكان أن يزني الإنسان والعياذ بالله، أن يزني الإنسان. هذا الزنا بلا شك أنه من أكبر الكبائر، والله سبحانه وتعالى قد توعد عليه، وتعلمون عقوبته في الدنيا. لكن إذا وقع هذا مع حليلة جاره والعياذ بالله، يعني زنى المرء بامرأة جاره أو زنى بامرأة من محارمه والعياذ بالله، هذا يزداد فحشا إلى فحشه. كذلك شرب الخمر كبيرة من الكبائر، لكن لو شربها في نهار رمضان فهذا يزداد العمل، يزداد فحشا إلى فحشه، وتضاعف جرمه بسبب الزمان، بسبب الزمان. فعل واحد الذي يفطر في رمضان عمدا فعله واحد، لكن هنا ازداد الجرم عظما وشناعة بوقوعه في رمضان أو بوقوعه في البلد الحرام إلى آخر ما هنالك. فلا يعني أنها كبائر أنها تقف عند حدودها التي ذكرت معها، بل قد تزداد فحشا إذا انضمت إليها فضيلة الزمان أو فضيلة المكان والعياذ بالله. الحديث الثاني ذكرت فيه هذه السبع وزيدت فيها ثنتان، وكل هذا أيها الإخوة ليس على سبيل الحصر، يعني ليست هذه كل الكبائر المذكورة في دين الله والتي يجب على المسلم أن يجتنبها، لا، لكن هذه بخصوصها لها أهمية عظيمة لا بد أن يتعرف عليها الإنسان المسلم. وقد يكون في جمعها في هذا الحديث والحديث الثاني سبب أدى إلى ذلك، كما كان يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام لخصوصية السائل. ربما السائل يسأل ويناسبه هذا الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر في الجواب أحياناً ما يناسب السائل. سأله رجل فقال يا رسول، سأله عن أفضل الأعمال فقال له الصلاة لوقتها. وورد هذا السؤال من سائل آخر
فقال له عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. يعني هذا السؤال في حق السائل، لا يعني أن هذا في حق الناس جميعا، لكن لخصوصية هذا السائل. فهنا هذه السبع أو التسع التي ذكرت ليست هي كل الكبائر، ليست هي كل الكبائر، وإنما ذكرت هذه من باب التنبيه لعظمها وشؤمها وسوء فعلها حتى يجتنبها الإنسان المسلم، أو لخصوصية السائل الذي سأل عنها، أو المخاطب الذي واجهه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. ولذلك العلماء ما قصروها الكبائر على هذه، وضعوا لها ضوابط تشمل هذه السبع أو التسع وغيرها. قالوا: كل ذنب ورد عليه لعن أو وعيد بالعقاب أو طرد من رحمة الله أو نحو ذلك، هذا كله دليل، أو سميت كبيرة، أو سميت كبيرة كما في هذه الأحاديث. يعني هذه الأمور السبعة أو التسعة سميت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كبائر، فإذا سميت بأنها كبيرة أو ورد عليها لعن أو ورد عليها وعيد بدخول جهنم، هذه كلها تدل على أنها كبائر. فليس ذكر السبع هنا أو التسع من باب الحصر، ولكنه من باب بيان خطورتها، إما من باب بيان خطورتها أو من باب بيان خصوصية حال الذي سأل عنها أو حال المخاطب بها. والذنوب كلها مطلوب من الإنسان المسلم أن يجتنبها، أن يجتنب الظاهر منها والباطن. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الشاعر يقول: خلي الذنوب كبيرها وصغيرها، فهو التقى. تقوى أن تجتنب هذه الذنوب. والذي يفعل الصغائر ولا يتوب منها، يستمر عليها، هذا ينقلب فعله إلى الكبائر. والإنسان الذي يفعل هذه الصغيرة حتى وإن كانت صغيرة في نظره، لا بد أن يتذكر عظم شأن من عصي بها، وهو الله سبحانه وتعالى. هي صغيرة في نظر الفاعل، لكنها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يقتله شيء أعظم من احتقاره للذنب الذي يفعله. بعض الأمور الإنسان يستصغرها، يحتقرها، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى عندما عاب على بعض أهل الشرك واليهود قال والمنافقين، قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هين في نظر فاعله، استسهله واستصغره واحتقره وتجرأ عليه، لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ربما ورد في الحديث أيضا أن الإنسان يفعل، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة وإنها لتهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله، كلمة هو يستسهلها. فلذلك لا بد للإنسان المسلم أن يزم نفسه عن هذه الكبائر. وإذا قدر أنه أخطأ أو زلت به قدمه، فإن عليه أن يبادر إلى التوبة. وهذا هو خلق الإنسان المسلم وخلق عباد الله الصالحين. ليست أخلاق عباد الله الصالحين العصمة من الذنوب، لا، العصمة من الذنوب للأنبياء، وأما من عداهم من الخلق فهم يصيبون ويخطئون ويقصرون. كل بني آدم كما جاء في الحديث خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن العباد الصالحين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله هذه المقولة العظيمة، قالوا لا كبيرة مع الاستغفار. الاستغفار يمحو الذنوب، والتوبة يقصدون بها التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني الإنسان الذي يفعل الصغائر ويداوم ويصر عليها لا تعتبر هذه في حقه صغيرة، وإنما هي من الكبائر. أجارنا الله وإياكم من الذنوب كبيرها وصغيرها. باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. هذا الحديث أيها الإخوة استدل به المصنف رحمه الله على أن الكفن من جميع المال، وأن الكفن يقدم على كل شيء. إذا مات الميت هذا المال الذي يتركه أول ما يقدم منه تجهيزه وتكفينه، وإن بقي بعد ذلك شيء للديون ثم الوصايا ثم بعد ذلك إن بقي بعد هذا الشيء يكون للورثة. من أين أخذ هذا الحديث الحكم المصنف رحمه الله؟ هذا من فقه العلماء، العلماء الراسخين. من أين أخذ أبو داود هذا الحكم أن من هذا الحديث؟ مصعب بن عمير، وسنأتي للحديث عنه، مصعب بن عمير عندما استشهد في غزوة أحد قال لم يكن له إلا نمرة، كساء قصير، جاءوا يكفنونه فيه. هذا القساء هو ماله، هذا رأس ماله. فالكفن يقدم إذن على كل شيء قبل النظر إلى حقوق الورثة وغيرهم، يقدم الكفن على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه فيها، في هذه النمرة، كساء هذا قصير، كانوا إذا غطوا رأسه انكشفت رجلاه، ما بقي لها شيء من الكفن، وإذا غطوا رجليه إذا جاءوا به بالكساء هذا من الأسفل انكشف رأسه. ماذا يصنعون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، نبات معروف يغطون به رجليه حتى يضعونه في قبره. هذا هو موطن الشاهد أن الكفن يكون من المال قبل كل شيء، قبل كل شيء، حتى لو لم يوصي. إن أوصى الإنسان فكذلك، وإن لم يوصي فقبل أن نفعل بالتركة أي شيء نأخذ التجهيز والتكفين من هذا الذي ترك. نعود إلى قصة مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير هذا فتى من فتيان قريش، من أهل مكة يعني، ومن المهاجرين الأول، ممن كتب الله له الإسلام مبكرا وكتب له الهجرة. ما قصة مصعب هذا؟ مصعب شاب فتى، شأنه شأن غيره من الفتيان، لكنه كان يتميز في مكة بأنه نشأ نشأة مترفة. هذا الذي لم يجدوا له بعد موته إلا هذا الكساء القصير الذي إذا غطي به رأسه انكشفت رجلاه، هذا نشأ في بيئة مترفة. مصعب بن عمير، وكان جميل الثياب، حسن المنظر، كثير التعطر،
كانوا يقولون عنه أعطر فتى في مكة، يعني أكثرهم عطرا، إذا مشى في الطريق تظل رائحة العطر في الطريق. هذا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. لكن بعد أن أسلم ودخل الإيمان في قلبه تبدلت حاله، علمت به أسرته فنصحته فلم ينتصح، حبسوه، ضربوه، قتروا عليه، لم يأبه بذلك كله. ثم بعد ذلك هاجر، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة. في بيعة العقبة الأولى أهل المدينة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا 11 رجلا وبضع نسوة، وجاءوا في السنة التالية وكانوا قرابة 70، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم أحدا يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين. من أرسل معهم؟ أرسل معهم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير أرسله معهم بعد بيعة العقبة الأولى. فذهب مصعب إلى المدينة وبحكمته وبعلمه استطاع أن يؤثر على أناس كثيرين في المدينة، دخلوا في دين الله. بعض كتاب التاريخ يسميه المعلم الأول، المعلم الأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لأهل المدينة هذا مصعب ابن عمير أول من علمهم قبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي هيأ الأمور لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل هذا العدد الكبير 70 يأتون في بيعة العقبة الثانية ويبايعون الرسول ويعاهدونه على الإسلام والنصرة، لأن الإسلام قد دخل في بيوت كثيرة من بيوت الأوس والخزرج الذين سموا فيما بعد بالأنصار. بسبب من بعد الله؟ بسبب مصعب ابن عمير. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومصعب في المدينة وأهل المدينة، فانقلبت المدينة إلى حاضرة الإسلام الأولى ومقر دولته ومنطلق دعوته، هذه المدينة. مصعب هو الذي أسس لذلك، أسس لذلك. فلما جاءت غزوة أحد كان مصعب يعيش في شظف من العيش، ما عنده من حطام الدنيا شيء إلا الشيء اليسير. ذهب مجاهدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة فاستشهد فيها، استشهد في تلك الغزوة، وهذه هي قصته. فلما جاءوا يكفنونه ما وجدوا شيئا يكفنونه فيه إلا هذه النمرة القصيرة الصغيرة، الكساء هذا الذي إذا غطي رأسه انكشفت رجلاه. ومن هذا نعلم أن الميزان عند الله سبحانه وتعالى ليس في كثرة الرياش والمتاع والأموال وبهارج الدنيا، لا، الميزان عند الله إنما هو بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان الصحابة يعرفون هذا لمصعب ويقدرون له سابقته، يعلمون فضله وسابقته، وأنه خرج من الدنيا ولم يتمتع منها بشيء. الصحابة فتح الله عليهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعده وجاءتهم أموال وامتلكوا ضياعا وبنوا دورا وتزوجوا نساء وولد لهم أولاد، عندهم أشياء كثيرة. لكن مصعبا خرج من الدنيا بدون شيء، وهذا أعظم لأجره. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين، ومن أهل الأموال العظيمة في الإسلام، ومن أهل البذل. كان تاجرا يتجر، وفتح الله عليه في تجارته، وهو من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأننا لا نعلم عاقبة أحد في الآخرة إلا إذا جاءنا دليل من الوحي يدل على أنه من أهل الجنة. ما نستطيع أن نحكم لأحد بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إلا إذا جاءنا دليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن نحن نرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء من النار، هذا الذي نملكه. فعبد الرحمن بن عوف شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جملة آخرين بالجنة، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام طال عمره، كثرت أمواله، وأدرك عهد عمر وامتد عمره بعد ذلك، كثرت أمواله، وكان كغيره من الصحابة يحب العمل الصالح ويصوم كثيرا ويتصدق. فجاء ذات يوم وهو صائم، فقربوا إليه طعامه، طعام الإفطار، مائدة، فلما وضعت بين يديه تذكر أصحابه الأولين، وتذكر منهم من؟ مصعب بن عمير. قال: والله، يقسم هو ويسمعه من حوله، كان مصعب بن عمير خيرا مني. أسلم وهاجر إلى المدينة وعلم أهل المدينة واستشهد في سبيل الله. قال: ومات وما وجدنا ما نكفنه به إلا هذه النمرة، الحديث المذكور هذا، وكان فلانا خير مني. ثم بكى ونحب عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وقت الإفطار، ولم يأكل من طعامه ذلك شيئا، تذكر أولئك، وخشي أن تكون هذه الدنيا التي بسطت عليه أن تكون قد عجلت له طيباته في حياته الدنيا، يتذكر أولئك الأبرار الأطهار الأخيار الذين بذلوا كل هذا البذل وخرجوا من الدنيا بدون شيء، هل يضيع نصيبهم؟ لا، هذا أعظم لأجرهم عند الله. هذا مصعب رضي الله تعالى عنه، والحديث الحقيقة الشاهد منه كما ذكرنا هو أن الكفن يكون من المال، من أول الأشياء التي تجب هي التكفين والتجهيز، والدليل نمرة مصعب بن عمير التي هي ماله، ما له شيء غيرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيها. باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. نعم، هذا الحديث فيه أمور ثلاثة. الذي يتعلق بكتاب الوصايا معنا هنا هو أن الإنسان المسلم إذا أوصى بشيء، تصدق به،
ثم عاد إليه بطريق مشروع آخر أن هذا لا ينقض وصيته ولا يبطل أجره. الهبة، الهبة والوصية كلها أعمال بر. هذه المرأة جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن المؤمنين الصادقين أنهم يبادرون إلى السؤال عن أمر دينهم. فإذا وجدت من يهتم لأمر دينه ويسأل عما يجب عليه بشره بالخير، واعلم أن هذا الإنسان قد هدي إلى رشده. بقي عليه شيء واحد، هو أنه يسأل من هو أهل لذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر، علماء الراسخين الذين يصلحون للسؤال. والصحابة كانت وجهتهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال، من يجدون أفضل وأكمل وأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يسألونه في كل أمورهم. جاءت هذه المرأة قالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بوليدة، أما أعطتها لأمها، ثم قدر الله على الأم أنها تموت، فورثتها من؟ ورثتها ابنتها هذه التي أعطت أمها هذه الوليدة وهبتها لأمها، فماتت الأم فورثتها البنت. البنت كانت تخشى على نفسها من شيء واحد، ما هو؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الكلب والعياذ بالله حيوان مرذول، يتقيأ ثم يأكل قيئه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفر من الرجوع في الهبة بوصفها بهذا الوصف، تمثيلها بفعل الكلب. فخشيت المرأة من هذا، أن يكون هذا الأمر رجوعا في هبتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرها بأنها قد كتب أجرها بهبتها لأمها، وردت المواريث عليها هذا المال، ذهب منها بطريق وعاد إليها بطريق آخر، عاد إليها بطريق آخر، فلا حرج في ذلك. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا ما ثبت أن أحد الصحابة دفع إلى أحد إخوانه من الصحابة مالا ليتصدق به، وكله في الصدقة به، فمر ابنه طفل صغير في الطريق فرآه هذا فأعطاه المال، تصدق عليه بهذا المال، فجاء الولد بالمال لأبيه، فاستغرب الأب، استغرب كيف يتصدق بالمال ويعود هذا المال إليه ابنه يأتي به. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بمثل هذا، صدقته قد مضت ونيته كتب له بها أجرها، وهذا رده الله عليه منة وفضلا. جاء هذا من طريق آخر، فالشيء الواحد قد تتغير صفته وبذلك يتغير حكمه. المرأة هذه أعطت أمها هذه هدية، الهدية هذه هي الوليدة، هذه هي الأمة، وعادت إليها الأمة، لكن عادت إليها بصفة أخرى وهي أنها ميراث، ما عادت إليها على أنها صدقتها. وكذلك الرجل الذي أعطى ماله لمن يتصدق به فأعطاه لابنه فعاد الابن به إليه. من هذا الباب أيضا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته، بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في طريقه كان النبي عليه الصلاة والسلام جائعا يريد أن يأكل، فوجد
في طريقه وهو داخل في البيت برمة قدر، البرمة قدر من حجر، وجدها تفوح فيها لحم يطبخ، وعادة رائحة اللحم تظهر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم المؤمنين، إلى زوجه أم المؤمنين عائشة، وطلب له طلب طعاما، فجاءته بخبز يابس وزيت أو خل. استغرب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف اللحم هنالك يطبخ وتأتينني بهذا الزيت؟ ألم أكن رأيت البرمة؟ يقول لها النبي عليه السلام، أم المؤمنين ما كانت تظن بشيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنها كانت تظن بالرسول عن أن يأكل من هذا الطعام. لماذا؟ قالت: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة أمت عائشة، أعتقتها، كانت تأوي إليها وتأتي عندها في بيتها، ما عندها مكان ولا سكن، فالناس يتصدقون على بريرة، فتصدقوا على بريرة بهذا اللحم، قامت بريرة تطبخه لتأكله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رسول رب العالمين، خير خلق الله، أعلم أعظم المتواضعين، ماذا قال؟ قال: هو عليها صدقة، اللحم هذا صدقة على بريرة، نعم، ولنا منها هدية، هدية تهدينا بريرة. اللحم هو اللحم، لكن في الأول كان صدقة، فملكته بريرة بهذا الفعل. ثم بعد ذلك إذا ملك الإنسان شيئا يستطيع أن يتصرف به بكل وجوه التصرفات المشروعة، لنا منها هدية، تستطيع بريرة أن تهدي لنا من هذا، فلتهدي منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني كله أيها الإخوة دليل على أهمية التفقه في دين الله، وعدم المسارعة إلى الجواب أو الحكم أو الفتوى بدون علم. قصة المرأة هذه وقصة وليدتها هذه التي أهدتها لأمها، ربما لو عرضت على بعض الناس المتعجلين قال: هذا حرام، هذا عود في هبتها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما تحبه وترضاه، ونسألك اللهم أن ترزقنا متابعة نبيك، وأن تيسر المسلمين كذلك، وأن تجمع كلمتهم، وأن توحد صفوفهم على الحق والهدى، إنك على كل شيء قدير.